10 ملايين مصطاف من المرتقب أن يزوروا شواطئ تيزي وزو على شريط ساحلي طوله 85 كيلومترا. من بي 18 عندنا 8 شواطئ مسموحة للسباحة بها 8، وهناك يعني دراسة قمنا بها في مديرية السياحة والصناعة التقليدية أنه يعني والدراسة انتهت باش نحاولوا كيفاش بإذن الله تعالى أون دوموندي لاميناجمون دو 8 نوفيل بلاج إن شاء الله يعطونا المبلغ المطلوب حوالي 86 مليار بالنسبة يعني لهذ 8 شواطئ. مرافق ضرورية من شأنها توفير الراحة والأمن والترفيه للمصطفين. إذا فيه لجنة ولائية اللي رايحة تقوم يعني بزيارة كل المحلات التجارية اللي طبعا تبيع مأكولات ويعني مشروبات حتى يعني نتفادى يعني المشاكل ولا الأمراض الصحية على مستوى هذه المحلات. وفي الأخير طبعا كاين هناك الجانب الأهم وهو الجانب الأمني، طبعا سيعزز الدرك الوطني والأمن الوطني من وجوده. للتذكير فإن الشواطئ ستكون مجانية بينما ستكون الخدمات مدفوعة.